واطمنت على حبيبة القلب. روحيه روحيه تلمي ولمي لسانك وتمسي على المسا. شوف ازاي تيجي دعوه بزينب ما تتكلميش عنها كلمه واحده. اللي يشوف كده يفتكر ان ده كلامي لوحدي، انما دي الحته كلها ماسكه سيرتها. يا عالم يا عالم حرام عليكم، دي بريئه ملهاش اي ذنب في اللي جرالها. ما هو كلام الناس كتير والعيار اللي ما يسيبش يدوش. وبيقولوا ايه بقى العالم السوي دول؟ اهم بيقولوا كل واحده تغلط وتبات لي لبره بيتها، تيجي تاني يوم تقول اتخطبت عشان تداري عملتها السودا. يا نقطع اللسان اللي يجيب سيرتها. اللي حصل لزينب ده ممكن يحصل لاي واحده من بناتهم او حريمهم. تعرفي ممكن يحصل لك انت شخصيا يا روحيه. خلاص خليك على راحتك يا اخويا، بكره لما كلام الناس يوجعك هتسيبها انت لوحدك. زكريا انت فين يا ابني؟ ازيك؟ ازيك يابا؟ مالك واقف كده ليه في عز البرد؟ اعمل ايه يا ابني؟ الجلابية اتوسخت قوي، كان لازم اغسلها وما عنديش غيرها. خد يابا اشتري لك ابنتين. منين الفلوس الكتيرة دي يا ابني؟ انت بتشتغل ايه؟ بشتغل حاجات كتير يابا، طمن بس ادعيلي. ربنا يهديك يا ابني ويوسع في رزقك بالحلال. اطلع يا ابني اطلع ارتاح فوق شوي. اطلع اطلع حبيبي اطلع يا دلال. زكريا بعد ما ترتاح وتاكل لك لقمه يبقى روح اطمن على امك عشان تدعي لك. ما تجيبليش سيرتها يابا، ما تجيبليش سيرتها. اطمن عليها بعد ايه؟ بعد ما رميت من عندي سنتين؟ اطمن عليها بعد ما سابتك عشان تتجوز راجل بتاع مخدرات؟ يا دوهم الام يابا اللي تبرد عشان تغطي ابنها، الام اللي تشيلها من بقها عشان عيالها، الام اللي تبقى ستر وغطى على جوزها. ها؟ عايز اروح لها علشان تدعي لي؟ مش عايز دعويها يابا، مش عايز دعويها. اللي حصل حصل وهي السبب، اللي حصل حصل وهي السبب.